لو انتي ولدتي مرة او اكتر من مرة وعضلات بطنك ضعيفة او حاسة ان بطنك مترهلة، يبقى الفيديو ده ليكي. معاكي انا دكتورة هبة عصام، دكتوراه العلاج الطبيعي واستشارة العلاج الطبيعي لامراض العظام وصحة المرأة. هنتكلم النهاردة على الانفصال العضلي لعضلات البطن بعد الولادة. يعني ايه انفصال عضلي؟ يعني ان عضلات البطن بدل ما هي تكون مشدودة وجنب بعضها اللي هي سيكس باكس، لا، بيبعدوا عن بعض او بينفصلوا او بيحصل بينهم تباعد نتيجة عملية الحمل. طيب ايه هو الانفصال العضلي ده وايه مشاكله؟ مشاكله ان انت طبعا هتحسي بترهل في بطنك، هتحسي بضعف عضلات بطنك، ممكن كمان يكون عندك الام في الظهر. كمان الانفصال العضلي ده ممكن بعد فتره لو اتساب يعمل مضاعفات زي حدوث الفتاء او حدوث مضاعفات كتير تانية هتاذي صحتك، وكمان عشان تقدري تحملي بعديها حمل تاني صحي. طيب ايه هو العلاج الطبيعي للانفصال العضلي؟ يكون بسيط جدا. العلاج الطبيعي لازم تاخدي جلسات لتقويه عضلات البطن مع برنامج اجهزه معينه بتعالج الانفصال بكل سهوله وبكل امان.